احنا موجودين دلوقتي جوه وحده اسمها وحده الكويت. دايما المتخصصين واللي بيشتغلوا في التجربه في بورسعيد بيقولوا انها اول وحده تم ميكانتها بشكل كامل. دكتوره رشا ممدوح هي المسؤوله عن الوحده، هي المديره المسؤوله عن الوحده. زي ما سمعت مع حضراتكم قبل كده انه الوحده بيبقى فيها 5000 اسره، لو قلنا متوسط الاسره 4 افراد يبقى احنا بنتكلم عن انه الوحده دي بتقدم الخدمه ل 20000 من المواطنين اللي بيتلقوا الخدمة فيها أو بيتلقوا أول مستوى من مستويات الرعاية الطبية. أي حاجة قلتها غلط صباح الخير يا دكتورة. ازيك يا فندم؟ ازي حضرتك؟ دلوقتي احنا في المكان اللي الناس بتدخلوا الوحدة فيه سواء انه خدوا خدمة منها قبل كده أو لأول مرة. بالظبط كده، احنا بيتردد علينا المنتفع سواء تردد او بيحب يسجل معانا من الاول. تمام، احنا في المكان ده دلوقتي بنسميه كيس مانجمنت اوفيس او السي ام او. المكان ده بدايه دخول المنتفع الى الوحده، سواء كان حاجز معانا اوريدي ميعاد برده بيعدي هنا الاول، او عايز يبدا يحجز ميعاد او عايز يلغي ميعاد مش عاجبه يحب يحجز ميعاد تاني، او اي استفسارات بيحب ان هو يتعرف عليها بيبدا من المكان اللي احنا فيه دلوقتي. دلوقتي احنا عندنا ناس جايه بكروت زي اللي احنا شايفينه ده، كويس؟ ده يعني مسجل؟ بالظبط، ده فرد من افراد الاسره مسجل معايا. كل فرد في افراد الاسره ليه رقم بنسميه بيشنت اي دي او رقم التعرف عليه. احنا هنا اي حد بيجي في المكان ده بنتعرف عليه بحاجه من الثلاثه، اما بيشنت اي دي رقمه التاميني، او ناشونال اي دي اللي هو رقم بطاقته، او اسمه الرباعي، ويبتدي السايكل بتاعته من المكان ده. افرضي ان هو مش مسجل، ببدا اسجله. عندي كمان اوبشن التسجيل معايا على السيستم، ببدا اسجله وادخل كل بياناته معايا في السيستم بتاعي. ايه اكتر مشكله انت بتحسي انه الناس محتاجه تعرفها او تفهمها وانت تقدري تشرحيها لهم؟ فرصه يعني وانت معانا. تمام، اكتر مشكله نفسي اشرحها للناس او اعرفها للناس موضوع الحجز او البوكينج. احنا اي حاله طوارئ بيتم التعامل معاها فورا. مش معنى ان احنا عاملين مواعيد للحجز ده نوع من انواع التنظيم ليس اكثر، للحالات اللي غير طارئه. اما الحاله الطارئه فيتم التعامل معاها فورا، سواء هنا في الوحده او التوجه لاي مستشفى. مفيش اي حاجه بتمنع اي حاله سواء بورسعيدي او غير بورسعيدي او ايا كان جنسيته او ايا كان نوعه ان يخش الطوارئ ويتم التعامل معاه فورا جوه الوحده او في المركز او في المستشفى او في اي مكان بيتم فيه تقديم خدمه طبيه. تعالي نشوف الست الطيبه دي وهي بتحجز. ازيك يا ست الكل، اخبارك ايه؟ مش عايزه بلاش؟ انت مسجله؟ طيب ازيك، اخبارك ايه؟ شكلك جميل ومتقيم انت. ربنا يكرمك. ربنا بقول لك ايه، قولي لي بتعملي ايه هنا؟ نعم، بتعملي ايه هنا؟ جايه اكشف بطنه وقلب. جايه تكشفي بطنه وقلب؟ أيوه. الف سلامه. الله يسلمك. انت متسجله هنا اصلا يا حاجه؟ انا غلطان ان انا ما تشرفتش باسمك الاول. فوزيه صالح سليمان. ازيك يا ست فوزيه؟ الله يسلمك. قولي لي انت جيتي قبل كده؟ ها جيتي هنا قبل كده؟ جيت. يعني انت مسجله هنا؟ ايوه. اصلا ساكنه في الحي هنا. ساكنه قريب من الوحده هنا. طيب بتعملي ايه بقى؟ حجزتي ازاي ولا عملتي ايه؟ جيت يوم الاحد. وحجزت وادوني ورقه. وقالت لي تعالي يوم الاربعاء للدكتوره تخش لها. والدكتوره شيماء السعيد كنت معاها. قالت لي تعالي لي، قلت لها انا تعبانه. قالت لي تعالي لي وانا هقوم باللازم.